عبد الله غميمط الكاتب العام للجامعه الوطنيه للتعليم والتوجه الديمقراطي، عضو لجنه التنسيق الوطني لقطاع التعليم. اذا احنا بالنسبه لنا الاتفاق ديال 10 دجنبر 2023 هو اتفاق في صراحه جاء من بعد واحد شهرين ديال معركه احتجاجيه شامله ديال النساء ورجال التعليم اللي اكدت على الوحده ديال النساء ورجال التعليم، على القدره ديال الصمود ديال النساء ورجال التعليم رغم الاقتطاعات رغم يعني التضييق، ولكن هذا الاتفاق يعني اتفاق غير مقنع لنساء ورجال التعليم، لا من ناحيه ديال الزياده في الاجور ولا من ناحيه ديال المطالب الاخرى الوارده. اذا حنا عندنا مطالب اساسيه ما تحققتش، هو السحب والالغاء ديال المرسوم 2/23/819 اللي كنأكدوا على انه اولويه. كاين المطلب الثاني هو المطلب ديال اسقاط التوظيف الجهوي وادماج الاساتذه والاطر المفروض عليهم تعاقد فن الوظيفه العموميه، وهذا ما غيكلف الحكومه والو. وكاين المطلب ديال تنفيذ الاتفاقات السابقه 19 ابريل 2011 26 ابريل 2011 18 يناير 2023 ثم الاتفاق يعني الارجاع المبالغ الماليه المقتطعه وتنفي او تسويه ديال الملفات العالقه، لان الملفات سبب يعني الاحتقان هو ان ملفات تراكمت لعقود، وبالتالي الان الاحساس ديال النساء ورجال التعليم امام هذا الاتفاق ديال 18 يناير و14 يناير واتفاق ديال 30 ديال 10 دجنبير، اتفاقات ثلاثه في عهد حكومه في نصف ولايه ديالها ولم تستطع ان تقنع نساء ورجال التعليم وان تجعل حدا لهذا الاحتقان. اذا المعركه مستمره والاضراب يعني الان ناجح، اضراب يعني ديال 4 ايام، اضراب اللي ناجح في كافه الاسلاك في كافه المرافق وبنسب يعني تتجاوز 96%. اذا هذه رساله حقيقيه ديال النساء ورجال التعليم يجب ان تلتقطها الحكومه والوزاره والاطراف المعنيه من اجل يعني توفير تفاوض يعني حقيقي اللي يجاوب على المشاكل. فكاين مشاكل اللي ما كتكلف حتى ريال، كتكلف الاراده يعني السياسيه والاداريه ديال المسؤولين في القطاع ديال التربيه الوطنيه وفي القطاعات المعنيه في الحكومه.